سمعتي اخر خبريه؟ خير ان شاء الله. انت ما بيجي من وراكي غير وجع الراس، شوفي. لا حبيبتي، اجاني عريس متعلم ودارس ومعه مصاري كثير. قولي والله؟ والله. من وين تعرفتي عليه؟ هذا يا ستي اهله شافوني بخطبه بنت خالتي. عم تمزحي؟ وطاير عقلهم فيني. لا عم تمزحي انت، اكيد ما حتتجوزي بهي الطريقه جوازة اهل. شو فيها هالطريقة؟ بلكي ما حبيتيه، بلكي طلع بخيل، بلكي طلع ما بيتعاشر. حبيبي نحن صرنا بالقرن ال21. حبيبتي مو هاي طريقة كثير أكابرية، مو أحسن ما يتعرف علي بالشارع أو يضيفني على الفيسبوك وتشط قصص الحب والغرام 100 سنة؟ مين قال هذا الحكي؟ مو صح مو صح. كل مرة عم اكتشف فيكي شيء جديد، معقول بدك تتجوزي بهي الطريقة؟ باتريسيا، هذا بني آدم بدك تكملي معه بقية حياتك كلياتها، يعني انت مفروض تتعرفي عليه، تطلعوا وتفوتوا وتكتشفي صفاته، يكتشف صفاتك، اختي تتخانقوا وتصالحوا، بس شوي شوي، مو عن طريق الاهل. هذا كله بالزيارات بين اهلي واهله ببين. لا تخافي انت، خليكي مريحه حالك، بعدين ليش عم تفاولي علينا من هلا؟ خناقات ومشاكل لا سمح الله ما راح يصير شيء. لا ما راح تقتنعي انت، اسمعي مني. ما راح اقتنع حبيبتي. بلاها هالجازه. بدك تطفشيلي العريس. بغار منك لانه انا. بفضلي زواج الأهل أو زواج عن حب؟ والله الزواج كله ما بفضله. على عيني والله تفهمي. لا زواج الأهل. ليش؟ لأنهم أوعى وأفهم وبيعرفوا بيقدروا الأوضاع وبيقدروا الظروف وبيعرفوا المنيح من هذا. الحب بعد الزواج ما في حب. الحب بتعرف واحد عن البنت أكثر. ما بتثق بذوق أهلك؟ يعني حسب. لا أكيد رح أختار أنا، بس ما عندي فكرة أنه رح أتزوج أبدا. ليه؟ لأنه ما يعني ما فكرة ابدا، يعني انه هيك لازم انك تستقر. اذا انت مو مستقر كشخص في مجال تعرفيني صعبه هي. ما بدك تتزوج؟ لا لا هيك خليني على الزاويه اريح لي. لا اكيد زواج عن حب يعني. الاهل تزوجوا هنا؟ طيب تزوجوا هنا؟ بلكي اختلفتوا بتطلقوا؟ لا هي اكيد يعني بعد حب سنه وسنتين وخطبه اكيد ما راح يتطلقوا بسهوله يعني. بعد جازت سنه وسنتين الثالثه بتطلقوا؟ لا حسب. بس اكيد اذا كان حب صادق ما راح يتطلقوا. ما انتوا عكس عكاز؟ نحن عكس عكاز. ليش دائما انتوا وزميلتك تكونوا مختلفين؟ دائما وابدا يعني. ايه دائما لازم نتخانق، ما عم نتفق على رأي. لا لا ما بصير، لازم تتفقوا على رأي واحد بيطلع. بس هيك البرنامج على فكره طالع كثير 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 روعه. باتريسيا انت لما تتزوجي عن حب بتغضي نظر عن كثير امور ممكن تصير معك بالحياه وعن كثير مشاكل. بتقدري تسايري هيك من كل بكل محبه بكل قلب بحب بكل رواق. اما اذا تزوجتي عن طريق الاهل فهون المصيبه. وانت متزوجه عن طريق الحب بتنبسطي باي شيء، مثلا طلعتوا مشوار على جنينه بتلاقي حالك كثير مبسوطه، اذا بتاكلي خبزه وزيتونه ما عاد تنبسطي. اما تعالي تزوجي زواج اهل بكره كل ما صارت قصه معك كل ما دق الكوس بالجره بتقولي اهلي جوزوني. حبيبتي الاهل بيعرفوا يختاروا صح، عشرين ناس أكتر وعارفين ناس أكتر، يعني ما بيقولك أقل كلمة. إذا أنت أخذتي عن حب هذا أنت اللي بدك إياه وبتقعدي تتخانقي معهم، خلاص أهلك بينقولك إياه. عارفاني أنت شو مع مين رايحة. أنا أبداً ماني مقتنعة بهذا الحكي. زواج عن حب أثبت يعني مثلاً مثل الجبل يلي ما بتهزه ريح. واو. الزواج عن حب هيك تلاقيه أعمق، فيه مشاعر أكتر، هي شريك حياتك يعني من اول ما انت بلشتي بهي الخطوه معه خلص كملتي معه لاخر حياتك، فاختاري الشخص الصح. بتعرفي انت انه 85% من حالات الزواج عن حب تنتهى بالطلاق؟ يعني هي اغلبها حالات بتكون فاشله وما بتكمل. فبحب خبرك هي المعلومه اذا ما عندك فكره فيها. لا ما عندي فكره فيها، وبصراحه انت ما عندك فكره انه انا ما انا عجبتني كل افكارك وكل طريقه تفكيرك صايره قديمه صراحة أكثر. أنا قديمة؟ ما حبيتها. مو ضروري تحبيها، أنا مقتنعة فيها. خلص خليكي مقتنعة، روحي تجوزي عن طريق أهلك، بس بكرة إذا صارت معك شي قصة أو شي مشكلة لا تجي لعندي. ما رح يجي لعندي. قولي لي أهلي جوزوني إجباري عني. شكراً. عفواً.